يعني هو حقيقة حسب ما أعلن البنك المركزي جرى تقييد لضخ العملة أو بسبب اضطراره إلى التأكد من بعض المصارف بعد التوجيهات ربما من جهات خارجية أن بعض المصارف ربما غير مستوفية للشروط المطلوبة من أجل يعني تحويل العملة الأجنبية. لكن فيما بعد يعني أكد البنك المركزي أنه سيتم ضخ عملة أكثر في السوق من أجل يعني الحفاظ على قيمة العملة المحلية. أكيد يعني هذا التقلبات في أسعار العملة تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير وتؤثر على الخطط الاستثمارية، لأنها يعني سوف تؤثر على عوائد الأنشطة الاقتصادية والأرباح، وهذا يؤدي إلى ربما توقف الكثير من المشاريع وينعكس بالتالي على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى التشغيل، وربما يؤدي إلى تضخم في الأسعار. لكن الموضوع إذا كان فترة قصيرة ثم عادت العملة إلى قيمتها السابقة يعني يسترد الاقتصاد عافيته، أما إذا استمر هذا التضخم وهذا الارتفاع في قيمة العملة الأجنبية أكيد سيكون له انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي وعلى مستويات المعيشة وعلى مستويات الأسعار في الاقتصاد. إحنا في العراق الذي يتحكم بعرض الدولار هو البنك المركزي من خلال المصارف التي تشتري العملة الأجنبية من البنك المركزي وتقوم ببيعها للمحتاجين، للتجار، للمستثمرين الذين يحتاجون هذه العملة. فإذا خفض ضخ هذه العملة أو ربما كان هناك طلب على العملة الأجنبية أكثر من المعروض في السوق فسوف ترتفع يعني قيمة العملة الأجنبية لعدم يعني كفاية الكمية المطروحة للتداول من قبل البنك المركزي. المسؤولين في الدولة المفروض يراعون، لأنه ما كل الناس هم في مستوى واحد. يعني مثلا الموظف، الفقير، الشخص المعتدي، الظروف اللي يعيشها الشخص، ما المفروض انه يراعون ارتفاع الدولار؟ لانه يؤدي الى ارتفاع الاسعار من كل انواعها، المأكولات، الخل، المواد الغذائيه، اسعار اللي يتناقش بها، اللي يراعيها، اللي يعاني منها المواطن. والله هو البنك المركزي او المسؤولين في الدوله يعني هم من يستلمون المناصب، يعني عليهم ان اتخاذ اجراءات لصالح الفقير، لانه اكثر الناس تهاجر، الناس قد تترك بلادها، لانه تعاني ما تعاني من ظروف صعبه، ما ظروف اللي تعاني منها، ظروف على مستوى المعيشه فقط، رواتب وعدونا، وعدتنا الدوله بزياده الرواتب، لكنه للاسف لحد الان، وكذلك المتقاعدين بزيادة رواتب كذا، بزيادة رواتب لا 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 يقل عن أكثر من 500، وسلمنا من الرواتب نفسها لا بها تغيير ولا بها أي إشكالات إيجابية.